السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طاب الجميع متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذن متابعينا الكرام، دولة لبنان أعلنت اليوم بشكل رسمي على الإفلاس ديالها، على إفلاس البنك المركزي، على يعني مجموعة من الأمور الأخرى المرتبطة بهذا الإفلاس. وهذا المنظر الذي يقع الآن في لبنان هو تماما ما تتجه إليه الدولة الجزائرية وما يقوده إليه نظام الكبرانات من خلال هذه التصرفات العشوائية والمسخرة التي يقوم بها هذا النظام الغبي والمغفل، الذي بدل يجلس ويقوم بوضع استراتيجيات اقتصادية باش أنه يحل مشاكل داخلية اللي عنده، كتابع سياسة الهروب إلى الأمام، وهي نفس السياسة اللي كان كتابعها أو كتابعها الحكومة اللبنانية خلال هذه السنوات والأشهر الماضية. صراع فيما بينهم، مشاكل ديال الحكومة، الممسوقينش يعني الحلول الاقتصادية وإنما ممسوقين فقط للصراع فيما بين أعضاء الحكومة اللبنانية. في آخر المطاف مشاو للإفلاس. نفس الشيء كنشوفوه ولكن بطريقة أخرى في الدولة الجزائرية. كنشوفوا صراع ما بين الكبرانات، كنشوفوا غباء ما كاينش حتى في عند يعني أي دولة في العالم، كنشوفوا عشوائية في القرارات، عشوائية في التسيير، أكثر من ذلك وأخطر من ذلك. المسألة اللي كنشوفوها وما شفناهاش في لبنان، لبنان الآن التي أعلنت إفلاسها، وهي مسألة الطوابير. آخر فيديو نشرته متابعينا الكرام هو إغلاق المخابز في الجزائر. ما بقاوش حتى كيلقاو الزيت أو السميد أو الفرينة أو الخميرة باش يطيبوا الخبز. كنتكلم على المخابز في الجزائر اللي في فيديو سابق اللي رجعتوا عليه، غادي تلقاو على أن المخابز في الجزائر ولاو كيسدوا، لأن أبسط المواد باش أنهم يعني ينتجوا الخبز ما كاينش. دابا بالله عليكم، واش دولة ما قادراش توفر المواد الأولية باش تنتج الخبز؟ هذه دولة ما غاديش تعاني من الإفلاس؟ أليس الدولة تتجه إلى الإفلاس؟ أليس النظام يتجه إلى الإفلاس؟ وبالتالي نقول متابعينا الكرام على أن مصير دولة لبنان هو نفسه سوف يكون مصير دولة الكبرانات، ولكن سوف يكون أخطر من ذلك، لأن المتوقع ليس فقط إفلاس الدولة الجزائرية وهي تتجه إلى ذلك فعلا. مهما ارتفع الأسعار ديال النفط ولا الغاز، ما دام هذه السياسة الغبية ديال نظام الكبرانات متواصلة، فهم غاديين للخسارة، غاديين للمجهول. وكما قلت، فالمسألة لن تقف فقط عند الإفلاس ديال الدولة الجزائرية، وإنما سوف تكون هناك حرب أهلية على شكل ما وقع في العشرية السوداء، وأخطر مما حدث في العشرية السوداء. بل سوف نجمع ما بين السيناريو السوري والسيناريو اللبناني، إفلاس الدولة وحرب أهلية، لأن ما يحدث، ما يتم توثيقه في الجزائر بشكل يومي من طوابير، إغلاق للمخابز، صراع في الطوابير، الشبكات في الطوابير، اقتتال من أجل الحليب. وما زال هناك فيديو قادم سوف غادي نشره لكم من بعد، من وراء هذا الفيديو متابعينا الكرام غادي تشوفوا الجزائريين كيسرقوا الحليب، الجزائريين يسرقون شكارة ديال الحليب. دابا بالله عليكم، واش هذه دولة لن تذهب إلى الإفلاس وإلى مصير مجهول وإلى هاد المصير اللي كنتكلم عليه الآن، اللي هو الإفلاس والحرب الأهلية؟ عاجلا أم آجلا هذا هو مصير نظام الكبرانات، عاجلا أم آجلا، مهما ماطلوا، مهما فعلوا، مهما حاولوا، طالما عندهم هذه العقلية الغبية، طالما عندهم هذه الإعاقة الذهنية، طالما عندهم هذا الغباء في التفكير، فإن المصير ديالهم غادي يكون هو هذا، الإفلاس والحرب الأهلية. متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.